شنت شرطة الاتحادية حملة تفتيش في حي الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل بعد استعادته من يد تنظيم داعش. وقال العميد شاكر الخفاجي إن هندسة ميدان الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بدأت برفع الألغام من الشوارع والبيوت التي فخخها تنظيم داعش قبل انسحابه من الحي. من جهتهم اشتكوا سكان الدواسة من الظروف المعيشية التي يعانونها في ظل نقص الغذاء والماء والدمار الذي لحق بمناطقهم نتيجة العمليات العسكرية. بعد إكمال تحرير المناطق المجاورة لمبنى محافظة نينوى منطقة الدواسة، وتم اقتحام مبنى المحافظة، الواجبات التالية بعد إكمال التحرير هي تطهير المناطق وتفتيشها بصورة دقيقة، وذلك لأن تنظيمات داعش الإرهابية قامت بتفخيخ المنازل وتفخيخ العجلات والطرق. حاليا هندسة ميدان فرقة الخامسة قامت بتطهير هذه المناطق وأيضا استقبال النازحين ونقلهم إلى مراكز إيواء.